فبهاي المحاضرة أو في هذا الدرس راح نتعرف على المصفوفة. طبعا شنو هي المصفوفة؟ لأن هو أساس الماتلاب، مثل ما تعرفنا على أنه هو في المصفوفات، يعني احنا راح ناخذ مجموعة من الدروس إن شاء الله نفصل فيها المصفوفة. بالنسبة للمصفوفة، أنه مصفوفة تتكون المصفوفة من عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة كولوم، حيث يرمز بمتحول ما لكل منهما. يعني أنت عندك مصفوفة، ففي البداية عندك عدد الصفوف، بعد ذلك عدد الأعمدة. أوكي، المصفوفات في كثير من التطبيقات الهندسية لحل المشاكل المعقدة، طبعا احنا نستخدمها. وعناصر المصفوفة ممكن أن تكون يعني قيم حقيقية real number، أو عقدية بمعنى أنه تكون complex number. عادي يقبل أنه تكون المصفوفة في الماتلاب complex يعني i، ويرمز عادة المصفوفة بالنسبة لل يعني الصيغة العامة للمصفوفة هي عبارة عن الماتريكس نيم، معنى أنه أنا عندي اسم المصفوفة، بعد ذلك تفتح قوسين. أوكي، تفتح قوسين، فعندك الام هو تمثل لي عدد الصفوف، وان هو يمثل لي عدد الأعمدة. ام هي عدد الصفوف، وان تمثل لنا عدد الأعمدة. نعيد، انه هو في البداية راح تعطي اسم المصفوفة، بعد ذلك راح تعطي عدد الصفوف وعدد الأعمدة. خلينا ناخذ أمثلة احتباطية، يعني الآن الأمثلة اللي راح نطرحها هي مو شرط انه تكون انه شلون صارت هذه الأمثلة، لأن ان شاء الله راح نتقدم في عمليات تكوين المصفوفة. اوكي، هذا عندنا احنا برنامج الماتلاب، واحنا عرفنا انه لازم نعطي عدد الصفوف وعدد الأعمدة اللي احنا راح ننشئها، وهذه هي طريقة في تكوين المصفوفة. بالنسبة لتكوين المصفوفة، يعني المصفوفة انت اذا تريد تكونها، يعني انت اذا تكتب الارقام فراح تستخدم الاقواس، بمعنى انه لو كانت عندنا المصفوفة اي، المصفوفة اي هي تساوينا، نفتح اقواس المصفوفة، الان عندنا قوسين هي دلالة عن المصفوفة، معنى لو عندنا 1 2 و3 نضغط انتر. لاحظ الان احنا صارت عندنا مصفوفة، هذه المصفوفة تتكون من كم؟ تتكون من صف واحد، اوكي، وتتكون من 3 أعمدة. 3 أعمدة. لو كانت الاي بهذه الصورة، الاي لو كانت بهذه الصورة على سبيل المثال 1 2 3، طيب كيف راح تنزل؟ انه تنزل الى سطر جديد، معنى انه تنزل الى سطر جديد. السطر الجديد راح نستخدم الفارزة المنقوطة، معنى انه تكتب مثلا 4 5 6 بهذه الصورة، 4 5 6. الآن صار عندنا، صارت المصفوفة أي تتكون من صف واحد، صفين عفوا، تتكون من صفين وثلاثة أعمدة، صفين وثلاثة أعمدة. اللي ذا نتعلمنا أنه الفارزة المنقوطة هي تحولك إلى سطر جديد، إلى سطر جديد. لو عندنا مثلا بي، لو افترضنا أنه من تتكون، تتكون من مثلا تتكون من 12 و13 و14 على سبيل المثال. السطر اللي بعده لو كان 15 و16 و17. الآن لو تلاحظ انه احنا لازم تكون عندنا عدد الأعمدة في السطر تكون متساوية، عندنا هنا 3، اوكي، عندنا هنا 3. اذا زودت عمود طيته انتر راح يقول لك خطأ في هذه الصورة. وعندنا بالنسبة الى الورك سبيس راح تلاحظ اسم المصفوفة بي، اوكي، الفاليو مالتها، عدد يعني القيم، أكبر قيمة موجودة، أقل قيمة هي 12، وأعلى قيمة هي الماكس 6. أو حتى في المصفوفة بالنسبة لأي، أقل قيمة 1 وأكبر قيمة هي 6. إذا اللي تعلمت أنه هو الآن صيغة بسيطة لتكوين المصفوفة. إن شاء الله في الدرس القادم راح نتعلم تكوين المصفوفة وطرق تكوين المصفوفة.